طبعا بالنسبة للتين ونجوة التين، هو أساسا اتخرج لطبيعة الكون والطبيعة اللي هي فيه ان هو بيتنجى الفجرية، منع للشوكة بتبقى زيها زي روح البني آدم بتبقى نايمة، فبنتعاملوا معاها كأنها فاكهة طبيعية لا خوف ولا قلق منها. بالنسبة للشوك أنا بفضل من السنة للسنة على بال ما باجي أنجي، لأن هي فترة التين قد إيه؟ الفترة بتاعتها 6 أشهر، هي بتبدأ من أول 20/6 انتهاها كام؟ آخرها 8، آخرها شهر 8. بنبدأ نتعاملوا مع التين طبعاً بشره بتاع ده بيبقى بعض الصوابع اللي هي مبدرة بالطيبات، بنمشي ننقيها. طبعاً من بداية الحال الشوكة بتبقى حية. طبعا انا بقى يعني الفتره بتاعتها بتاع 3-4 ايام بحس مثلا بالشوك بوجع في جسمي، انقي اللي انا شايفه، بس من طبيعه الحال سبحان الله حاجه من عند ربنا بفضل بقيه السنه عادي كاني بتعامل مع اي شجر، مع برتقال، مع اي حاجه، شيء طبيعي في حياتي ما بحسش بيها. انام عادي واصحى عادي، انا انام ممكن انام العصر والصبح فترة على حسب بقى، في مثلا انا ممكن ان انا بنجي صبح وعصر بتفصل، الصبح مثلا يومية العصر يومية، يعني ممكن تيجي في اليومية الطبيعية العادي ممكن العامل يجي في كام على حسب بقى ايه. انا مثلا هطلع نجلتين، احنا مثلا 4، ممكن اخد النجلة على حسب مثلا ايه متفاجيات، ممكن اخدها النجله مثلا ب 450، ممكن اخد النجله باكتر على حسب عدد الفوارغ العدات اللي بتطلع. طبعا انا باجي مثلا كده انا بشتغل مثلا يومي عادي، مثلا معروف احنا 4 انفار على النجله، ممكن مثلا ننجو مثلا 120 عدايه 150 عدايه، لو هي فتره واحده ممكن تبقى مثلا معدلها ايه 120 150 كده. طبعا تطبيق ومبيات ده بقى بتبقى لها شيء تاني بقى. طبعا انا من طبيعه الحال بفز الفجر اتفضل اصلي والبس واتوكل على الله وانزل انجي، من طبيعه الحال انزل انجي. طبعا انا كخلفيه عندي في الشوك بتعامل ببقى لابس شيء تقيل اللي هو زي الشتاء كده، بتعامل معاه في الصيف، يعني بتعامل لبس الشتاء معاه في الصيف التقيل. ليه؟ لان في شوكه بتبقى في الجحف ذات نفسها اسمها شوكه جحف، الشوكه دي بتبقى ايه جامده، البنطلون الجينز او الحاجه اللي لابسها تقيله ما بتخليهاش تخش لجوه جسمي، اما الشوكه الناعمه فدي مفروغ منها. في الحال انا بحس يعني انا بحس الفتره اللي بنجي فيها بالنسبه للشوك اللي بيخش في جسمي ما بحسش باي تعب. انا لو شوكه سفندي لكشتني وباتت في جسمي يوم، جسمي يتهمد واحس بحراره عاليه وكده. انا ما بالنسبه لشوكه التين سبحان الله ده حاجه من عند ربنا، يا بل بيزيدني رشاقه، بيزيدني صحه، بيزيدني كل حاجه، لدرجه ان انا ممكن املى 6 صفايح واشيل 3 في ايد و3 في ايد، اطلع في شجره التين اتعامل معاها سهله طبيعيه معايا. كل ما بشتغل انا بحس كل شيء ما بيخش في جسمي، انا في طبيعه الحال بحس ان جسمي بحس برشاقه اكتر، ما بحسش باي تعب. اي فتره في التعب دي ما بحسش بيها خالص.